حدثت هذه القصة أيام خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد أحوال رعيته ويسير في المدينة ليلا، اقترب من أحد المنازل، وهناك سمع صوتا غريبا. لا يا أم، لا أستطيع أن أفعل ذلك. لما يا ابنتي؟ وما المشكلة؟ كيف نغش الناس يا أمي؟ ألا تعرفين أن إضافة الماء إلى اللبن غش؟ لكننا لن نربح هكذا كثيرا. يا أمي، المال الحلال أبقى وأكثر بركة من المال الحرام. لعلك خائفة من عقاب عمر بن الخطاب إذا علم بما نفعل. هل تظنين أنه يرانا الآن؟ بل أخاف من الله، فإذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. أعجب عمر بن الخطاب جدا بتصرف هذه الفتاة وكلامها، وقرر أن يزوجها لابنه عاصم لثقته أن هذه الفتاة المؤمنة ستكون زوجة صالحة وأما فاضلة. ومرت السنوات وأنجب عاصم من زوجته فتاة سماها ليلى، وتزوجت ليلى من عبد العزيز بن مروان أحد أفراد بني أمية الذين تولوا مناصب في الدولة الأموية، وأنجب عبد العزيز ولدا سماه عمر تيمنا بجد المولود لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذلك هو عمر بن عبد العزيز. يا عمر يا ولدي، لقد أصبحت والي مصر، وسنسافر قريبا إلى هناك ونترك الشام، فأردت أن أخبرك لتستعد. إذا كنا مجبرين على السفر يا أبي فأنا لا أرغب في الذهاب معك إلى مصر. وما السر؟ هل تريد البقاء هنا في الشام؟ كلا يا أبي، لكني أريد السفر إلى المدينة المنورة. المدينة؟ نعم يا أبي، فهذا أنفع لي. سأجلس هناك مع الفقهاء والعلماء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأتزود بالعلوم، وأنا أحتاج إلى ذلك. بوركت يا ولدي، ستكون بإذن الله فخر بني أمية. سأرسلك إلى المدينة وسأرسل معك كل ما تحتاج إليه حتى لا تنشغل بشيء آخر غير العلم. تفرغ عمر للتعلم وواظب على متابعة حلقات العلم، وتلقى دروسا في القرآن الكريم والفقه والحديث، وسمع ممن بقي من صحابة الرسول الكريم في المدينة ومن كبار التابعين في ذلك الوقت، وكان شغوفا بطلب العلم، وكان هذا الاهتمام مثيرا لحيرة البعض وإعجاب البعض الآخر. فلم يتعود أحد من قبل أن يكون لأحد من بني أمية مثل هذا الاهتمام بطلب العلم، فهم منشغلون أكثر بأمور الحكم ومسائله. لكن عمر بن عبد العزيز كان مختلفا، وهذا ما أعجب عمه عبد الملك بن مروان. ولما توفي والد عمر تولى عمه عبد الملك رعايته، وكان يتضاعف إعجابه به كل يوم. لقد أصبحت مكانتك عندي يا عمر كبيرة، لا تقل عن مكانة أبنائي إذا لم تكن أكبر. أعز الله أمير المؤمنين وأعانني على أن أكون عند حسن ظنه بي. لقد صرت رجلا يا عمر، وحان الوقت لأعتمد عليك في أمور كثيرة كما أفعل مع أبنائي. أنا رهن إشارتك يا مولاي. بارك الله فيك يا عمر، أنت تقيم معنا هنا منذ فترة، وأنت تعتبر واحدا منا،
وقد حان الوقت لتصبح فعلا واحدا منا. لا أفهم ما تريد يا مولاي، هل يمكن أن تفصح؟ سأزوجك ابنتي فاطمة. هذا شرف لي يا مولاي. يا عمر، أنت ابن أخي وقد مكثت معنا هنا فترة كافية كي أتأكد من حسن أخلاقك، ولن أجد أفضل منك لابنتي. أصبحت فاطمة بنت عبد الملك زوجة لعمر، لتصبح بذلك المرأة الوحيدة في التاريخ التي كان أبوها وجدها وإخواتها وزوجها خلفاء. ثم توفي عبد الملك بن مروان، وتولى بعده ولده الوليد الخلافة، وقرر الاعتماد على ابن عمه وزوج أخته في أمور الحكم. يا عمر، لقد كان والدي يثق بك وهو معجب بشخصيتك، وأنا لست أقل منه إعجابا وثقة بك. الحمد لله الذي حبب فيها الخليفة السابق والخليفة اللاحق. أريد يا عمر أن أكلفك ببعض مهام الحكم. مرني بما شئت يا أمير المؤمنين. أريدك يا عمر أن تصبح واليا على المدينة ومكة والطائف، فقد عشت هناك فترة طويلة وتعرف المدن جيدا، كما أن تلك الأماكن المقدسة تحتاج إلى رجل له مثل علمك ليتولى أمور الولاية على أكمل وجه. ستجدني إن شاء الله على قدر المسؤولية. أراك سعيدا، أنت محق، من المؤكد أنك اشتقت إلى المدينة وتريد رؤيتها مرة أخرى، فلتستعد للسفر إذن. هيا وأخبر زوجتك لتستعد هي أيضا، هيا بنا. سمعت أن عمر بن عبد العزيز والي المدينة الجديد من أحفاد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا صحيح، إنه أشج بني مروان الذي يهتم بالعلم. أشج بني مروان، أتعني هذه علامة في رأسه؟ نعم، إنها تميزه منذ صغره. وما الذي شج رأسه؟ لقد سمعت تلك القصة منذ زمن. أريد أن أركب هذا الحصان يا والدي. أخشى أن يصيبك مكروه يا عمر. لا تخشى شيئا يا أبي، إنني فارس ماهر. حسنا أيها الفارس، سنرى. لا بأس عليك يا ولدي، إنه جرح بسيط، كما تمنى أن يكون لك شأن كبير يا عمر. يا أشج بني مروان، يا أشج بني مروان. لعل الله حقق أمنيته، وفقه الله لما فيه خير أهل المدينة. في المدينة المنورة وفي ولاية عمر وسع الحرم المدني ليتمكن من استيعاب المصلين الذين زاد عددهم. أراك سعيدا يا سيدي عمر. وكيف لا أكون سعيدا يا مزاحم، وقد أكرمني الله بأن أكون المسؤول عن بناء مسجد رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتوسعته. لقد مكثت طويلا في هذا المسجد أدرس وأتعلم، وطالما كنت أحلم أن يصبح أوسع وأكبر، وها هو حلمي يتحقق اليوم. يا عمر، يا والي المدينة. من هذا الذي ينادي يا مزاحم؟ أتعرفه؟
لا أتذكر أنني رأيته من قبل. عذرا يا سيدي، لكنني ذهبت إليك في منزلك ولم أجدك، وكان ينبغي أن أبحث عنك. لماذا؟ ومن أنت؟ أنا رسول من مولاي الخليفة الوليد بن عبد الملك، وقد أرسلني بهذه الرسالة. خيرا يا سيدي، ما فحوى الرسالة؟ لقد عزلني الخليفة عن إمارة المدينة، وولى بدلا مني عثمان بن حيان. ماذا؟ لا عليك يا سيدي، ربما يريد منك الخليفة أن تتولى منصبا أهم من هذا. ليس هذا ما يحزنني يا مزاحم، ولكنني أخشى أن أكون من الذين نفتهم المدينة. ألم تعلم أن المدينة تنفي خبثها؟ لماذا تقول هذا يا سيدي؟ لا تتعجل في إصدار حكمك على الأمور، ربما كان الله جل وعلا يدخر لك في المستقبل ما هو أفضل من إمارة المدينة. كل ما يهمني هو ألا يكون الله ساخطا علي. هيا هيا بنا يا مزاحم، فلنستعد للرحيل. ولم يكن عمر بن عبد العزيز يعرف أنه في وقت قليل سيصبح خليفة للدولة الإسلامية وأميرا للمؤمنين لم يعرف بنو أمية مثله.